الانسان اللي خانك ما زلت ترجع فيه الثقه ولا ايه؟ اصبر الاخير معناه اللي خاني تو ربي معاه، نقول له رب برا ربي جاء ويواجه الخير. تو خانك مره معناه اصبر الاخير غدي نجم يخون وغدي كي تسامح. ما ينجمش يتربى وماش يخونك. ما عادتش ما ينجمش يتربى، هذيك تربى هو فيها اصل. هو علاش عمل لك هكا؟ على خاطر خاين، هو اصله خاين. تغدرت 5000 مره وما تربيتش. تربيتش. ما تربيتش هي على خاطر ما تربيتش خاطر نقول لك كلمه دوخه. قول لي احكي لي. ما نترب كان يما برك نبوسها تو حتى قدام التلفزه كانت تفرج فيه نبوسها. قلت له تقول لي هذاك سايب عليك منه ما نتبعش رضيت وديني. نتبع رضيت وديني فهمت شنو نقصد انا؟ ما تتبعش كلام امك سمعت كلام اصحاب. صح. شنو الغدره تغدرت؟ 5000 غدره. خنت خانوك؟ ايه تخنت اصلا. كيفي؟ هكا هو اصحابك خانوك؟ اي اي تمد له ورقه ب 20 كانك مديت له ورقه بدينار. ما كانت عندنا دينار قبل يدخل يدك الجيب. صار عندنا دينار. اي كان مد له ورقه ب 20 كانك استغفر الله العظيم والله لا تبارك لامك هو. وصلنا الوقت اللي ندوينوا فيه على الدينار وعلى الشريط. وصلنا 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 1500 و900 وقت. عندي تو 100000 في جيبي. ناس 100000 ما تقيموكش عندك في جيبك. ايش عندك بالضبط؟ باش نرجع لك. قلت لي تخنت وتغدرت برشا مرات، احكي لي. كيفاش تحب نحكي لك؟ شكون غدرت؟ كيفاش غدرت؟ غدرني صاحبي اللي نغطي فيه ورقت فيه عبارة أكثر من ولدي. عبارة أكثر من ولدي. أنا عندي ولدي أنا. هو نغطي فيه بلاصة ولدي. يقول لك الغدار. موش يكون انسان ما تعرفوش بعيد عليك، لا الغدار هو الانسان اللي قريبك اللي يعرف عليك كل شيء. غدار هو معناتك نحكوا احنا هنا راهو هذا ولا مثال سامحوني يا برسمكم فهمني معناها من الدار. مي غدرك اقرب ناس لي. اقرب الناس ليا. خليني باش نبكي خليني نمشي خير. خمس ساعات سيجاره وهذه نبعدك يا رحم بايك جدني سالتني في قلبي. انت راك سالت سؤال واحد شكون اقرب ناس اللي يقدرني كهو ربي معاك. شكون يواسيك تلقى حبيب لا صاحب شكون يواسيك وقت شد يخلوك يخلوك وزيدوا فيك لا عذاب ولا هموم. اوف اوف من لا صحايب اوف اوف من لا صحاب والله صحابي قالوا علي كلام كثير انا نقولها ونزيد نقولها والله غدرتنا صاحبي قاسيان انا نقولها ونزيد نقولها والله غدرتنا صاحبي قاسيان والايام فيها دروس. هذه انت عيان اخوي. هل يمكن ان تعود الثقه بعد الخيانه؟ نعم ام لا؟ معناتها الانسان اللي خانك لازم ترجع فيه ثقتك ولا مستحيل جمله ما عادش نرجع فيه ثقه عليه مهما صار ما عادش نرجع فيه ثقتي خاطر خاني مرة الأولى نجم يخوني مرة ثانية. كيما ينجم يتربى وما عادش يخون؟ ليه ما يتربيش؟ اللي يخون ما يتربيش. أقسم بالله لا يتربيه. اللي عمل اللي راهو عامله يعمل فيها الشيطان راهو ما يتربيش جملة واحدة. أقسم بالله خاصة الخيانة أخيب حاجة الخيانة. إيش معناتها خان؟ إيش معناتها خيانة؟ خان معناها كيف نقولوا نحن هذا صاحبي معناها نحكي له في كل شيء وأعطيته سري ومن بعد بيح بالسر هذاك فهمت؟ قلت لك صراحة. قلت لك بصراحة صارت لي صارت لي صاحبك غدرك؟ غدرني والله. سامحه قدام ربي؟ ليه ما سامحوش خاطر بكت امي فيها الحكاية هذي عديت فيها برشا حبس غدرني على الاخر ومش حتى معناها غدرني بحكاية صحيحة كذب عليا فهمت؟ يغدرك اللي يخون لازم يكون انسان قريب صحيح هذا؟ بالطبيعة انسان قريب لك سوى طفلة ولا طفل فهمت؟ الغدرة بتبيع أخي بحاجة هي الغدرة أقسم بالله واللي يغدر حسيبه ربي أقسم بربي العظيم. أنا واحد من الناس عمري ما غدرت حتى حد أما غدروني برشا عبيد. برشا عبيد؟ برشا عبيد غدروني أقسم بالله. علاه؟ برشا عبيد. أنا واحد من الناس حلفت على حاجة اسمها أصحاب ما عنديش أصحاب. يعني كلمة صاحب سهلة؟ ليه اصعب حاجه كلمة صاحب؟ يقول لك عندي اصحاب قد شعر الراس وقت وقت الجده معناتها وقت الجد وقت الحكر كيب لغتنا احنا
يجي يضرب على اصحابه ويرقى روحه فرتاس. يرقى روحك فرتاس بتبيع ما فماش اصحاب. انا واحد من الناس المانيا العبير اللي قلت لها انا راك صاحبي راني نكذب عليكم راني ماسكي معاكم راني ما صحابش خاطر غادروني الاصحاب. راني حتى كان وصلت قلت لك راك صاحبي راي كلمه معناها قلت لك وكا هو راك ماكش صاحبي راه ما عنديش صحاب يعني. انا واحد من الناس ملي غادروني اصحابي ما عادش عندي صحاب جمله واحد. صاحب وقتاش تعرف؟ وقت الشده بتبيع. وقت الشده تولى فما لا صاحب لا خو حتى الخو ما فماش. مثل شعبي يقول كجا خو ينفع خوه لا حد يبكي. لا حد يبكي على ابوه. اقسم بالله العظيم الخو عفس وتعدى. ولا سوى الخو ولا الصاحب ما فماش كلمه صاحب نرمون نحوهم القاموس هذا جمله واحده. انا الحاجه الوحيده معناها تنجم تقول انت متشائم منها هي كلمه صاحب وكهو. اما عندي زهر في حاجه اخرى معناها عندي زهر في بنت الناس معناها لقيت بنيه اللي بالرسم رضيت الوالدين افهمني بالضبط. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثم كلمه تقول لي ياما نقول ياما راني ولد بفلا راني ولد ناس البشير كنا نقولوا ياما يعطيك الصحه. اقسم بالله تو جاني ضيق وقت رفيق وقت الضيق ديما تقول لي ياما راه لقيت رفيق وقت الضيق تو الو صحك حكايه ما حاسش بشيء انا راني اي ثم حكيت حتى دبوزه ماء حتى سيجار وحتى يسمعك حتى بالكلمه اه يز فيه البركه والحمد لله تو ريتني مشيت ما قلت لك راني مش قلبي محبي ربي سبحانه وتعالى مشيت قعدت غادي جاني مش جاني جبت التليفون لقى في لابسونس طلبت قال لي وين قلت له هاني هنا شو محلاها تونس ومحلاها العباد ومحلاها رضايه الوالدي برا ربي يسترك وربي يبارك لك. انا خويا ما عادش نستعرف حد شيء لا صاحب لا حد شيء عندي بنت الناس يرحم والديها نحبها على الاخر قدم لها تحيه ونحبها بصفه غريبه معناها هذيك بالرسمي اعز حاجه في حياتي وعندي امي هذيك التاج فوق راسي امي وباب الغدار الصباب القفاف اللي يعاود الكلام اللي يستني لك فتيحه ذوما كلهم عايشين معانا موجودين معانا في حومنا في القهاوي في البلايص الكل شنو الكلمة؟ في كل بلاص مش نقول لهم بالله ما عندك ما تقول لهم الناس هذوك الله يهلككم وكاو اقسم بالله العظيم والله ماهمش عاديين لا يا اخي فهمتش واقسم بالله بالحق يقول لك الناجح في الدنيا هذه كان قفاف وصباب واقسم بالله الصباب وقوي اخر حاجه باش نختم معاك نختم معاك بغنيه بالحق من القلب تهداها للصحاب الاصحاب مانيش حافظها خويا ما ندير لك غنيه معناها خيم الاصحاب مال الدنيا ما يساوي رضايه الوالدين مال الدنيا مال الدنيا ما يساوي رضايه الوالدين ما غانيه كان امي تحس بامي وتفرض ذنبي وانا نحزن لندادي وانا نحزن لندادي متوحش يما صبري كل غمه ونشكي لك حالي.